يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أخبار جديدة ومتنوعة ومواضيع بنتناقش فيها دايما مع حضراتكم من خلال هذا البرنامج. وكمان أهم فقرة بتكون آخر فقرة، وهي فقرة التواصل مع جمهور النادي الأهلي. بالتالي سؤال حلقتنا النهاردة هو مش عبارة عن سؤال، هو عبارة عن وصف من حضراتكم عن شكل الاحتفال اللي احتفلتوا بيه بعد حسم النادي الأهلي لبطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، وكخطوة من ضمن الخطوات المهمة ومن ضمن الأهداف الهامة للنادي الأهلي هذا الموسم. ولسه كمان في أهداف أخرى غاية في الأهمية، وأكبر تحدي تحديدا هو التحدي الأفريقي، وأكيد الاحتفال فيها كمان هيكون مختلف تماما. لكن في العموم أكيد هنقرأ تفاعل حضراتكم مع نهاية حلقة النهاردة من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. كمان عندنا مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها، لكن بداية دايما بتكون بأهم العناوين. يلا بينا في ترند الأهلي. احتفالات الأهلي مستمرة باللقب 42. في الترند المحلي اليوم مباراتان في الدوري. أما في الترند العالمي، محمد صلاح على أعتاب نادي المئة مع ليفربول. طيب يعني تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها باستفاضة، وتوضيحات كمان مهمة ممكن نتطرق ليها مع حلقة اليوم وعلى مدار الحلقة تحديدا. وكل اللي بيهمنا دايما آخر أخبار الأهلي والجديد اللي بتعلق بالنادي في مختلف الألعاب ومختلف الأنشطة، كل ده هيكون بعد الفاصل. استنوا. طيب عندنا كلام كتير بيتعلق بمباراه الامس، مباراه الاهلي والمقصه، واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. لكن قبل ما اتكلم في المباراه دي تحديدا، عايز اتكلم عن مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم، ونبتدي بالدوري المصري. وفي مباراتين النهارده في الدوري المصري، انتاج الحربي مع الجونه، ده في تمام الساعه 5:30 مساء. المباراه هتكون مهمه قوي لفريق الجونه في صراع البقاء في بطوله الدوري. ومباراه اخرى هتكون ممتعه جدا ما بين المقاولين العرب والاتحاد السكندري، هتكون في تمام الساعه 8:00 مساء. في الدوري الانجليزي في ايضا عدد من المباريات، بالتحديد 4 مباريات. ساوثامبتون مع توتنهام، المباراه دي كانت الساعه 1:30 وخلصت 5-2 لتوتنهام، واستفاقه بعد الهزيمه في الجوله الاولى ليهم في البريمير ليج. قدروا ان هم النهارده يفوزوا بنتيجه 5-2، احرز الاهداف 4، سوبر هاتريك لسون هيوم مين سونج، سون طبعا اللي هو جناح فريق توتنهام، والهدف الخامس احرزه هاري كين. بالمناسبه هاري كين اللي صنع اربع اهداف لسون طبعا اللاعب المميز. في المقابل انجز هو اللي احرز اهداف ساوثامبتون. الساعه 3 مباراه بتتلعب في هذه اللحظات، اعتقد ان هي انتهت خلاص، ما بين برايتون ونيوكاسل يونايتد، كان 3-0 لبرايتون. والساعه 5:30 قمه الجوله ما بين تشيلسي وليفربول في ملعب ستانفورد بريدج، مباراة هتكون قوية جدا جدا ما بين الفرقتين. وبالمناسبة بعد إعلان تشكيل الرسمي للمباراة، محمد صلاح طبعا نجمنا المصري أساسي كالعادة، ونتمنى له يا رب دايما التألق والتوفيق في مباراة اليوم. المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي النهاردة هتكون ما بين ليستر سيتي وبيرنلي، دي هتكون في تمام الساعة 8:00 مساء. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. نروح للدوري الأسباني، النهاردة في عدد من المباريات، أولهم هويسكا مع قادش في تمام الساعة 4:00 عصرا، وأيضا مباراة أخرى في تمام الساعة 6:30 ما بين غرناطة ودوبورتيفو ألافيز، ومباراة أيضا في نفس التوقيت الساعة 6:30 ما بين ريال بيتيس وبلد الوليد، والساعة 9:00 بالليل ريال سوسيداد وريال مدريد بطل الدوري. مباريات اليوم كمان في الدوري الإيطالي، في أيضا عدد من المباريات، أعتقد 4 مباريات ما بين بارما ونابولي، دي مباراة خلصت خلاص 2-0 لنابولي، وأيضا مباراة أخرى انتهت كانت الساعة 3:00 ما بين جينوا وكروتوني، انتهت بفوز جينوا 4-1. مباراة الساعة 6:00 ما بين ساسولو وكالياري، ومباراة أخرى الساعة 9:15 ما بين يوفنتوس وسامبادوريا. كمان في الدوري الألماني النهاردة، لايبزيج هيلاعب ماينز، أو ابتدت المباراة خلاص الساعة 3:30، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن الساعة 6:00 مساء. دي أبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات حول العالم. طيب تعال بقى نتكلم شوية كده عن مباراة الأمس، واللي شهدت بعض النقاط المهمة اللي لازم نتكلم فيها بخصوص مباراة الأهلي والمقصة.
وقبل ما نتكلم على الاداء والنتيجه وكلام من ده، خلينا نتكلم عن اللفته الطيبه جدا اللي عملوا اللي عملوها طبعا فريق مصر المقاصه، وكان قرار من خلالهم ان هم يخاطبوا اتحاد الكوره، واتحاد الكوره وافق لهم، ولفته اكثر من رائعه وهي طبعا الممر الشرفي لبطل الدوري النادي الاهلي. اعتقد اول مره نشوف اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي في الدوري المصري، ما حصلتش قبل كده. وعلى غرار الدوريات الاوروبيه الكبيره وابرزهم الدوري الانجليزي، يعني السنه اللي فاتت لما ليفربول حسم الدوري بشكل مبكر، كان كل المباريات المتبقيه اللي ما كانش ليها اي اعتبار في حسم اللقب كان بيبقى فيه الممر الشرفي ده، واللفته بتبقى جيده، واي بطل يستحق الممر ده. طبعا ما بالك النادي الاهلي كان السنه دي عامل ارقام ممتازه واداء جيد في معظم الاوقات، تحديدا الدور الاول، وانهى بطوله الدوري قبل 7 اسابيع من النهايه الخاصه بالبطوله. فلفتة كانت طيبة وحاجة تدل على العلاقات دايما المميزة ما بين الأهلي ومختلف الفرق في بطولة الدوري. وأكيد كمان الكابتن محمود الخطيب قدم شكر رسمي لمجلس إدارة مصر المقاصة، ولفتة كانت أكثر من رائعة. نتمنى ان هي تستمر يعني خلال الفتره اللي جايه، وليه لا كل الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي خلال الفتره الجايه ليه ما يعملوش ممر شرفي، هتبقى حاجه ايضا تبقى كويسه، ومش عشان الاهلي بس اللي كسب، لا اي فريق يكسب بطوله ما فيش مشكله ما يكون في بعد حسم البطوله ممر شرفي، دي حاجه رائعه يعني. لكن بخصوص المباراه واداء النادي الاهلي، وواضح جدا نشوه الفرح بفوز الاهلي بالبطوله كانت مؤثره شويه على اللاعبين، يعني شفنا بعض الفترات في الشوط الاول الاهلي كان ماشي بشكل كويس، قدر ان هو يصنع عدد من الفرص الهامه جدا وما كانش فيه توفيق، وكان من ضمنهم طبعا هدف عمرو سليه اللي ما اتحسبش بداعي الفاول بسبب اليوباجي في بدايه الهجمه. لكن في كل الاحوال ممكن البعض يكون قلقان شويه على الاهلي في التحدي الافريقي، ممكن البعض يقول لك لا مش ده الاداء، طبعا مش ده الاداء اللي احنا منتظرينه، مش ده الاداء اللي كسبك البطوله، عشان ابقى منطقي وصريح مع حضراتكم يعني انا مش هنقعد نجمل الصوره خالص. لكن المؤكد ايضا ان انت لسه قدامك شهر على التحدي الافريقي ودور نصف النهائي امام الوداد، تقدر تعالج، تقدر تجرب براحتك خالص. وبرده بالمناسبه لازم الناس تبقى عارفه ان الفتره الجايه احنا او كجمهور اهلي تحديدا مش منتظر اداء من الفريق اطلاقا، وكمان النتائج مش هتكون من ضمن الاولويات. اي مباراه الاهلي بيبقى عايزين الاهلي يكسب وكلام من ده، لكن لازم نبقى حاطين قدامنا الهدف الاساسي ايه. الهدف الاساسي مباراتي الوداد، ان انت من خلالهم باذن الله تعالى تتاهل للنهائي. هتعمل ايه بقى عشان المباريات دي؟ اكيد هيبقى عندك تجارب، سواء في طريقه اللعب، في شكل الفريق في الملعب، في الاسلوب، في الاستراتيجيه، في تغيير اللاعبين، روتيشن ممكن يعمله مستر ريني فايلر عشان يقدر يوصل في النهايه للشكل اللي هو عايزه والاستراتيجية اللي عايز ينفذها في مباراتي الوداد. في الفترة الجاية احنا مش منتظرين قوي اداء، مش منتظرين قوي نتائج، رغم ان ده امر بيبقى مهم دايما للجمهور الاهلي، لكن زي ما بقول لحضراتكم دايما الهدف المعروف عند الجمهور هي بطولة دوري ابطال افريقيا. هتشتغل عليها وعندك فترة كويسة قوي، انت خلاص شلت من دماغك موضوع الدوري، حسمته رسمي خلاص. عندك ارقام كويسة ممكن تحاول تجيبها وتكسرها وكلام من ده، لكن هدفك الاساسي هي بطولة دوري ابطال افريقيا، هتشتغل عليها بشكل قوي جدا من خلال الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر. انا بس عايز اتكلم على عمرو السوليه شويه، لان عمرو السوليه في الحقيقه يستحق الاشاده وكل الاشاده، لاعب ما تسمعلوش صوت خالص على غرار عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي يعني. لاعب مميز جدا، اداء ثابت حتى لما غاب للاصابه رجع بنفس المستوى الممتاز. امبارح عمل مباراه كبيره جدا امام المقصه، واحد العناصر الاساسيه مش بس في النادي الاهلي، اكيد عمرو سوليه هيكون احد العناصر الاساسيه في منتخب مصر الاول، لانه لاعب لا غنى عنه في الحقيقه في وسط الملعب. نتمنى له الاستمراريه على الاداء ده سواء هو او زملائه يعني، واللاعب اللي بعيد شويه عن مستواه ان شاء الله الفتره الجايه هيرجع لمستواه عشان يحققوا الهدف المطلوب بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. خليني كمان اتكلم معاكم عن اخر اخبار الفريق. النهارده الفريق راحه بعد انتهاء مباراه الامس، خصوصا ان انت عندك المباراه المقبله يوم الاربعاء باذن الله تعالى امام فريق اف سي مصر، هتكون في استاد الكليه الحربيه الساعه 8 بالليل وهو ملعب فريق مصر، وهتبتدي من بكره باذن الله تستأنف تدريباتك استعدادا لهذه المباراه وتعمل تحضيراتك كلها، وتشوف بقى انت هتعمل ايه في المباراه دي، اهدافك من المرحله اللي جايه ايه، وعلى الاساس ده هتقدر تشتغل وتتعامل وتحاول توصل للمرجو بالنسبه لك. عشان برضو لازم ناكد ان الهدف الاساسي رغم صعوبته الكبيره هي بطوله دوري ابطال افريقيا. صعوبته مش عشان الاهلي قليل، لا صعوبته عشان انت بتلعب في دور في عدد من الفرق الممتازين جدا، سواء الزمالك، الوداد، الرجاء، يعني
تطلع ان شاء الله النهائي، هتقابل سواء الزمالك او الرجاء، نتمنى نقابل الزمالك طبعا عشان يبقى نهائي مصري خالص وتبقى حاجه تحسب للكره المصريه في الحقيقه. فبالتالي من هنا جايه صعوبه البطوله تحديدا يعني، فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي على مدار المرحله المقبله كلها. طيب دي ابرز الامور، والناس بتتكلم شويه على موضوع التحكيم وبكاري جسامه، والجزئيه دي هنبقى يعني نوصل فيها المعلومات اكيد ونقولها لحضراتكم ان شاء الله من خلال حلقه الغد في الترند باذن الله تعالى. كمان من ضمن اللافتات المهمه ويعني كان ممكن نتكلم فيها مع بدايه الفقره، لكن فيما يتعلق بفريق مصر المقاصه وان هو جاب زي تورته كده واحتفل بها مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس اداره فريق مصر المقاصه، في الحقيقه راجل قمه في الادب والاحترام والاخلاق وحاجه جميله جدا جدا. فايضا من ضمن اللافتات المهمه والمميزه جدا واللي بتدل على مدى قوه العلاقات والاحترام المتبادل ما بين النادي الاهلي او ادارتي الاهلي والمقصه في الحقيقه. والناس يعني على طول اول ما الزمالك خسر من اسوان والدوري اتحسم للاهلي ما كدبوش خبر، كلموا اتحاد الكوره وقاموا بكل هذه الاجراءات الاحتفاليه عشان يحتفلوا ببطل الدوري المصري الموسم الخامس على التوالي والمره 42 في تاريخه النادي الاهلي. دي كانت ابرز الامور في ما حدث بالامس بخصوص مباراه الاهلي والمقصه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل مهمه سواء في الترند الاهلي او الترند المحلي او الترند كمان العالمي، استنونا. طيب قبل ما اختم ترند الاهلي في بعض الامور المهمه اللي لازم نعلق عليها واللي ايضا موجوده في بعض الصفحات على السوشيال ميديا، عايز ابتدي ب يلا كوره وحسابهم على انستغرام وبيتكلموا على محمد الشناوي انه بيواصل الدفاع عن عرين الاهلي بقوه ويصل الكلين شيت رقم 21 هذا الموسم في الدوري. الراجل لعب 28 مباراه وقدر ان هو يحافظ على نظافه شباكه في 21 منهم، وقدامه ماتشين لو قدر يوصل ل 23 مباراه بدون ما يستقبل اهداف يبقى محمد الشناوي عادل الرقم القياسي الخاص بشريف اكرامي حارس مرمى الاهلي السابق، وان شاء الله يقدر كمان يكسر هذا الرقم، وهي حاجه تحسب في الاخر للنادي الاهلي وللحارس اللي وصل للرقم ده بكل تاكيد. طيب النقطه المضيئه في اللقاء ده كان تعليق صفحه كابتانو على تويتر وقالوا ان السوليه والشناوي هو ابرز نجوم مباراه الامس امام المقصه. طيب سوبر كورة بتتكلم ان بعد حسم الدوري فايلر يدفع بالناشئين في مباريات الاهلي المتبقية، وده ممكن يكون توقع من خلالهم ان خلاص الفريق قدر ان هو يحسم بطولة الدوري، فبالتالي ممكن تكون دي فرصة مستر فايلر ان هو يدفع ببعض الناشئين. لكن في نفس الوقت هم ما فكروش ان ممكن يكون فايلر بيفكر في بطولة دوري ابطال افريقيا، الناشئين دول مش مقيدين في القائمة الافريقية فبالتالي مش هيكون في حاجة قوية ليهم في البطولة الافريقية بالطبيعي يعني. فبرضه ده هيرجع على حسب رؤيه مستر فايلر، هو عارف هو عايز ايه المرحله الجايه، هيشوف الناشئين ده قرار، مش هيشوف الناشئين دلوقتي عشان ده مش الوقت المناسب، برضه ده قرار المدير الفني مستر ريني فايلر المدير الفني المميز طبعا. طيب الوطن سبورتس على تويتر بيقولوا ان الاهلي يصرف 5 ملايين جنيه للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهتي الوداد، وده بيكون كله طبقا للائحه الخاصه بالفريق اللي بيتم وضعها مع بدايه كل موسم، فده امر بيكون مهم جدا. وطبعا طالما هم حققوا بطوله وحققوا هدف من ضمن الاهداف اكيد يستحقوا كل التقدير سواء المادي او المعنوي. طيب خلينا نروح لفقره ترند اونلاين مع الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي الكبير ونتكلم معاه في بعض الامور الهامه واللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي هذا الموسم تحديدا. يا سعيد اهلا بيك منورنا. تحياتي ليك يا امير، اهلا بيك واهلا بجمهور الترند وقناه الاهلي. اهلا بك يا استاذ سعيد، عايز اتكلم معاك عن تقييمك للنادي الاهلي على مدار موسم كامل، قدر ان هو يحقق فيه بطوله الدوري رغم عدم انتهاء الموسم حتى الان، لكن رؤيتك للاهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها. في الحقيقه هو كان موسم صعب جدا ونقدر نقسمه على مرحلتين، جزء كان النادي الاهلي يسير فيه بشكل قوي جدا جدا وكان بيعبر عن وحشيه النادي الاهلي في تحقيق ارقام قياسيه وخرافيه واداء مثالي. الجزء الثاني بعد كورونا ربما الاداء مر ببعض العثرات وتراجع بعض الشيء في وجود اصابات وغيابات وبعض الازمات اللي حصلت اثرت
بشكل كبير على الشكل والنتائج بعض الشيء، لكنها لم تؤثر في النهايه على الهدف والغايه وهو تحقيق بطوله الدوري. وانا طول الوقت كنت بشوف ان في مبررات لهذا التراجع، خاصه ان انا شفت كل انديه العالم باستثناء قله قليله جدا هي اللي لم تتاثر، يعني باستثناء بايرن ميونخ وريال مدريد بالتحديد هما الناديان الوحيدان اللي ما تاثرهاش او ما تعرضوش لاي ازمه بعد كورونا او كانوا مستعدين بشكل افضل. لكن في العموم نقدر نقول ان النادي الاهلي استحق التتويج بعد تعب كبير جدا. وعايز اقول نقطه مهمه جدا لبعض الناس اللي بتقلل من انجاز الدوري العام وتتويج بطوله الدوري العام، بطوله الدوري العام هي المؤشر والمعدل الحقيقي عن قوه اي منافس في اي بلد في العالم. تمام. ودايما في مقوله باخدها وعنوان بحطه قاله ليونيل ميسي في من سنتين او ثلاث مواسم، ان بطوله الليجا الاسبانيه واحده من اصعب البطولات اللي بيتعب فيها برشلونه واللي بيتعب فيها اي نادي عشان يحققها، لكن جمهور برشلونه يظل يراها بطوله سهله لانها بتتحقق بشكل دايم في السنين الاخيره. وقال ان جمهور برشلونه هيحس بقيمه البطوله بالتحديد لما برشلونه يخسرها او يفتقدها، وده اللي حصل الموسم ده. فالنادي الاهلي حقق البطوله امين لانه كان النادي الاقوى وليس لان المنافسين بيقدموا بشكل ضعيف او عندهم تذبذب، لان الفارق بين الاهلي والخصوم 20 نقطه واكثر وكذلك فارق 45 هدف، فده بيعبر عن قوه جباره ومسافه بعيده عن هذا القسم حتى لو انت شايفه ضعيف. فبالنهايه الاهلي بس علشان انت ضعيف النادي الاهلي حقق المكسب. طيب يا سعيد، عايز اسالك بالتحديد عن الفارق الكبير في عدد النقاط النادي الاهلي. ما هو ممكن الاهلي يفوز ببطوله لكن تبقى فيه منافسه قويه، اسباب ان المنافسه القويه ما كانتش موجوده هذا الموسم من وجهه نظرك ايه يعني؟ اسباب المنافسه القويه انا عايز اقول ان النادي الاهلي لعب دوري لوحده، يعني النادي الاهلي كان بيلعب بشكل منفصل وكان هو المعيار والمقياس للمنافسه في بطوله الدوري، ما كانش بينافس حد ثاني. لكن هل النادي الاهلي غياب المنافس القوي اثر على طموحه واثر على رغبته؟ لا. النادي الاهلي طوال الوقت بيلعب بنفس الطموح، بيلعب بنفس الهدف، والنتائج الكبيره دي اميز ليها اسباب، يعني انت تحقق الارقام دي ده مجال بشكل عام بالفارق ده. لا جه لان انت اولا كاداره وكتخطيط قدرت تحط اللاعب رقم اثنين ورقم ثلاثه في مسافه قريبه من اللاعب الاساسي، علشان كده لما حصل عندك بعض الاصابات وبعض الغيابات وقت كبير قدرت ان انت تحقق نفس النتائج وتحقق نفس المكاسب. فبالتالي ده امر مخطط ليه وشغل بشكل استراتيجي لازم انت تبقى واخد بالك منه، لان اهماله في تجني على جهد وشغل كتير تم بشكل حقيقي خلال الفترات الماضيه. طيب انا بشوف ان الخصوم استسلموا امام قوه الاهلي الجباره، بقولها وبعيدها وبكررها، الخصوم استسلموا مبكرا. شفنا ناس كتير جدا بتشيد بمدربينها رغم خسائر كتير، لان بالاساس ادركوا ان منافسه النادي الاهلي هو امر جنوني او عبثي ومفيش منه فايده، فبالتالي استسلام، فده مؤشر يعبر ايضا عن قوه النادي الاهلي ويحسب به. طيب عايز اتكلم معاك عن المرحله القادمه وكيف تتوقع استراتيجيه مستر ريني فايلر خلال الفتره اللي جايه وما تبقى من مباريات في بطوله الدوري، وخصوصا ان انت هيكون عندك كمان التحدي الافريقي خلال الشهر المقبل. يمكن يا امير انا حطيت عنوان بعد مباراه الامس، قلت ان المقصه هي نهايه الفتره الصعبه في مشوار النادي الاهلي في موسم 2020، بمعنى ان بالفعل امبارح بس قدرت تستعيد كل العناصر او 90% من العناصر بتاعتك، واصبحت عندك القايمه كامله اللي تقدر من خلالها بقى تشتغل شغلك الحقيقي بدون اي مشاكل زي المشاكل اللي واجهتك في الفتره اللي فاتت. يعني انا شفت فايلر اضطر للعب بطرق لعب معينه بسبب القايمه اللي معاه او العدد المحدود اللي معاه بسبب غيابات كتير. الفتره اللي جايه اصبح عنده وفره كبيره جدا، استعاد كامل قوته، اصبح موجود في الشحات والكهرباء، اعتقد ان الفتره اللي جايه هيبدا يفكر في مباراه في البدايه بشكل محدد، هيدي راحه شويه لبعض الناس. اشوف ان جونيور الله يستحق انه يحصل على راحه او يعني محتاج لراحه مهمه في الفتره دي، بعض العناصر برضه محتاجه لراحه. انا شفت مشاكل امبارح مثلا يا امير في الخروج بالكره من تحت، ده كان بسبب مثلا ان انت ما فيش اثنين قلب بتاع يا امير في الفتره الاخيره لعبوا مع بعض ثابتين، ما فيش اثنين ثابتين في المكان ده، اثنين ثابتين ضيف ليهم كمان لاعب الارتكاز حمدي فتحي راجع من فتره، وعمرو الصقيع ايضا راجع من الاصابه، ولاول مره بيلعبوا مع بعض الفتره الاخيره، لاعب اللي هيبني مع خط الدفاع، ما فيش ايضا حاله التناغم وحاله الترابط اللي موجوده اللي من الاختراق تكون موجوده. فاعتقد ان كل المشاكل دي
امام بايلر وامام النادي الاهلي في الدورات المقبله فرصه لانه يضع بروفة الوداد. الفتره المقبله مش هتكون مجرد تدريب ولا هتكون تضييع وقت او تحصيل حاصل، لا ده مرحله جد جدا جدا جدا، هيحصل تدوير بشكل ما، لكن في النهايه هتسعى الى الوصول الى التشكيله والطريقه المثاليه لمواجهه الوداد البيضاوي. المطلوب من فايلر خلال الفتره اللي جايه ايه يا سعيد؟ يعني ازاي يقدر يتعامل مع اللاعبين؟ طبعا في الجانب الفني ده طبيعي، لكن فيما يتعلق بالجوانب الاخرى، الجوانب النفسيه الذهنيه، عشان تقدر تاهل اللاعبين للدور نصف النهائي ومباراتي الوداد باذن الله. اولا اللاعبين النادي الاهلي لازم ياخدوا حقهم ولازم يحسوا انهم قدموا جهد كبير جدا. انا شفت خبر منقطع مش قليل، دي بتمثل ضغط اضافي على اللاعبين. لازم اللاعبين يفهموا كويس جدا، او لازم يوصل لهم ان احنا مقدرين الجهد الكبير، فكره ان انت تلعب كل ثلاث ايام مباراه، فكره ان انت تعمل الفارق الكبير في النقاط وفي الاهداف مع كل خصومك، فكره ان انت تكسب بعد ذات عيد في اكثر من مباراه، فده جهد كبير جدا جدا. اولا لازم اقصد التعليم اللي عملتوه يستاهل، اللي عملتوه حاجه عظيمه جدا جدا وتضاف ليكم. ثانيا البدء التحضير للفتره المقبله، انا بشوف ان مستر ريني فايلر مطالب بتجهيز العناصر اللي كانت غايبه الفتره اللي فاتت بدنيا. احنا محتاجين نرتقي او نرتفع بالمعدلات البدنيه لاكبر عدد من اللاعبين، خاصه اللي كانوا غايبين الفتره اللي فاتت، كهربا وحسين الشحات وحمدي فتحي بالتحديد، اللي انا بشوفه باذن الله بيدي علامه خاصه في شكل واداء النادي الاهلي في دوري ابطال. ان شاء الله باذن الله. يا سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في بعض الامور الهامه جدا، بتحديدا فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفوزه ببطوله الدوري، وكيف يستعد النادي الاهلي للمرحله اللي جايه ومباراتي الوداد في فتره ان شاء الله باذن الله تكون كافيه للفريق ان هو يقدر يجهز نفسه بشكل كامل وبنسبه 100%. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات، يلا بينا. طيب سريعا خلينا نبتدي في الترند المحلي واهم وابرز الاخبار اللي كتبت على السوشيال ميديا في الجانب المحلي تحديدا، ونروح للحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم على فيسبوك، واللي بيعلنوا فيه اسماء حكام مباراتي الاحد. طبعا حضراتكم عارفين النهارده الانتاج الحربي مع الجونه، المباراه ابتدت الساعه 5:30، 1-0 للانتاج الحربي من هدف لعبد الرحمن اسامه من ضربه جزاء في الدقيقه 15، وتم طرد محمد او محمود الغرباوي طبعا حارس الجونه. موقف الجونه بقى صعب شويه، طبعا طاقم الحكام محمود بسيوني، حكم ساحة، حكم مساعد أحمد ساهر، وحكم فيديو محمود دسوقي. طبعا بخلاف مباراة الليلة ما بين المقاولين والاتحاد السكندري، وحكم الساحة يكون محمد سلامة، حكم مساعد أول تامر رشاد، وحكم مساعد تاني محمد صلاح، وحكم الفيديو محمد عباس. طيب من ضمن كمان الأخبار المهمة جدا، الاتحاد المصري لكرة القدم وكمان الوطن سبورت على تويتر بيعلن وفاة المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم المهندس إيهاب صالح، ويعني بنعزي طبعا أسرة الرياضة المصرية في وفاته. الله يرحمه، كان من الشخصيات المميزة جدا في الوسط الرياضي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. كمان آخر خبر معنا يعتبر من ضمن الأخبار المهمة جدا، وده حساب سوبر كورة على تويتر، واللي بيقول إن محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة يدخل حسابات المنتخب أمام توجو. في الحقيقة محمد إبراهيم بيأدي بشكل مميز جدا في مبارياته مع فريق مصر المقاصة، وده هيكون أكبر دافع للكابتن حسام البدري لانضمام اللاعب خلال معسكر المقبل في نوفمبر ومباراتي توجو بإذن الله في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وماشي بشكل ممتاز في الحقيقة محمد إبراهيم. دي كانت بعض الأخبار المحلية. خلينا سريعا نروح للمشاركات وتعليق جمهور النادي الأهلي، وإزاي كان شكل احتفالهم بعد الفوز ببطولة الدوري، وننهي بهم الحلقة. طيب زي ناب زينب ماشي بتقول لك ايه، بتقول لك مش هنحتفل الا بعد الفوز بكاس دوري الابطال السنه دي ان شاء الله تعالى. تمام. علي ابو علي قال ولا اي احتفال ولا اي فرحه، ما بقاش ليها طعم خالص بسبب فرق او فرق البطولات. محمد مجدي الصعيدي قال الاحتفال على طريقه مؤمن زكريا، ربنا يشفيه، ده افضل احتفال في الحقيقه. طيب كمان كان في تعليق من عبده محمود وقال كالعاده الدوري لنادي القرن، وان شاء الله التاسعه في الجزيره.
جون لطفي قال الاحتفال المثالي هو الاحتفال بطريقه مؤمن زكريا تكريما وتقديرا لي وبالتوفيق للنادي الاهلي في القادم ان شاء الله. عبد الله محمد قال لن نحتفل الا بعد الفوز وتوت افريقيا ان شاء الله تعالى. دي كانت بعض تعليقات جمهور النادي الاهلي على حسابات مختلفه للقناه على فيسبوك تويتر وانستغرام، وكانت ايه طريقه احتفالهم، والابرز او الاكثر يعني قال الاحتفال على طريقه مؤمن زكريا ان شاء الله يرجع بالسلامه لبيته ولجماهيره. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. عندنا كمان حلقه اخرى بكره هتكون غايه في الاهميه وهنتكلم فيها في تفاصيل كتير بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وكمان الكره المصريه والرياضه العالميه. الى اللقاء. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسأل على الأهل.